الأمصار. هذه فرصة خطيرة، هذه لعبة خطيرة، هذه نكرة خطيرة، لكن ما زالت الفرصة هايلة وتسديدة في المرمى. هدف ثالث لفريق الأمصار، هذا هو هو هذا الأمصار، وهو هذا شيفون جونيور. من وين طلع شيفون؟ من وين جاء شيفون؟ الله عارف. من هدف ثالث رصاصة رحمة شيفون جونيور، يركنها في المرمى. شوفه 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 شيفون وضعها في زاوية بعيدة على عبد الله العبيد. الله على ركن هذه الكرة، وعلى كرة حلوة شيفون المهاجم الجامايكي يضيف الهدف الثالث. وصد أول، هل يستفيد من هذا الخطأ المهاجم شيفون الجامايكي؟ شيفون يسدد المرمى وفرصة هدف. جول الله 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 يا الأنصار، صحبة مهمة، عودة مهمة لفريق الأنصار. الله على هذه الركنة، على هذه اللعبة، شيفون الجامايكي خدعه وخدع حارس المرمى وثبت هذا الشباك. الله على هذا الركنة، شيفون جونيور هذا نايم من الدقائق الأولى، والآن من هذا الخطأ بالتخصص يتقدم بخطوة طيبة، صقرة طيبة يلعبها في زاوية بعيدة بعيدة.